طيب في ضوء رؤيتك ومشاهدتك لمباراة الإسماعيلي ثم مباراة البنك الأهلي، ماذا تتوقع في لقاء الزمالك يوم الجمعة الجاي إن شاء الله؟ طبعا مباراة الزمالك يعني من المباريات الكبيرة قوي اللي دايما ما لا تخضع على اي قياس. اكيد نادي الاهلي نادي كبير طبعا، ونادي الزمالك نادي كبير، مباراه نتمنى ان هي طبعا تمتعنا والفوز يكون ان شاء الله حليف للنادي الاهلي. النادي الاهلي لو لعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها الطبيعي، وانا اعتقد ان مستر بيتسو موسيماني هيرجع لطريقته الطبيعيه 4-2-3-1، وبناء عليه هتلاقي الملعب مظبوط بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ النادي الاهلي مش هقدر اعمل مفاجاه قدام نادي الزمالك. نادي الزمالك خلاص يعني عارف كل اوراقنا طبعا. واحنا عارفين اوراق نادي الزمالك. فانت هتلعب على ايه؟ على حاله اللاعبين، مدى حاله اللاعبين اثناء الجيم بمجرد ان الحكم يبدا صفاره الحكم. بالمناسبه انت شايف انه هيكون اللقاء ده مباراه بين لعيبه فرقتين، ولا هتكون اكتر مباراه بين فكر اتنين مدربين؟ احنا عندنا برضو يعني بيتسو موسيماني الى حد ما برضو عنده التكنيك الهجوم، وكارتيرون الى حد ما برضو ايه بيميل لفكره الدفاع والنوع ده من الامور. فهيكون يعني الماتش ده ماتش ما بين المدربين اكتر ما بين اللعيبه. احنا دايما في مقوله كانت دايما تتقال، يقول لك الشوط الاولاني شوط اللعيبه، لان اللعيب بيبقى عنده الطاقه والروح والحماس والحاله البدنيه لسه عاليه ومحتفظ المخزون البدني كله معظمه بيطلع في الشوط الاولاني، وخاصه في مباراه اهلي وزمالك. الشوط الثاني دايما يقول له شوط تكتيك شويه، اللي هو ميال لشوط المدربين. ليه؟ لان بتبدا التدخلات من البنش من اللعيبه، ممكن اعمل تغييرات داخليه في الملعب زي ما اوقات كتير بيعملها مستر بيتسو موسيماني. بس لو جينا للجزئيه اللي النادي الاهلي لو لعب بيها 4-2-3-1 بتشكيلنا المعروف جدا، اللي هو ايه يعني عايز اقول 90% من التشكيل اللي لعب 99% منه مع ظبطه الملعب شويه، لا احنا هنتفوق بشكل كبير. طب متخيل انه يعني ازاي موسيماني هيخترق دفاعات الزمالك ويفسد فكر كارتيرون؟ يعني هل مثلا هيكون من خلال اللعب على فكره ان هو يقتل له فرصه الهجمه المرتده واللي بيتميز بيها جدا كارتيرون، ولا هتمشي الامور بالظبط؟ كارتيرون معظم لعبه في المباراه بيلعب على التامين الدفاعي الجيد، وعنده لعيبه تقدر تعمل له الفارق، اشرف بن شرقي وعمر السعيد لا وعندهم سرعه ارتداد من الدفاع للهجوم بالظبط بيدافعوا بشكل جيد. عندهم لعيبه عندهم قدراتهم الدفاعيه جامده، طارق حامد وامام عاشور وطبعا على محمود علاء والونش، عنده فرقه كويسه طبعًا. واحمد فتوح ناحيه الشمال أكيد. حمزه المسلوس ناحيه اليمين. النادي الاهلي لو اعتمد في لعبه الطبيعي ان انا لو بدات بظبطه الملعب بتاعتي نفس التشكيل بتاع امبارح، ايمن اشرف مثلا وبنون وبيلعب اكرم توفيق ناحيه اليمين وبيلعب علي معلول ناحيه الشمال، العب باثنين نص ملعب واضحين جدا حمدي فتحي ومعاه عمرو السوليه، وبيلعب الوضع الطبيعي بقى مجدي قفشه وبيلعب محمد شريف مثلا وحسين الشحات. انا شايف ان ده تشكيل هيبقى اوقع بالنسبه للنادي الاهلي. معايا بقى على الدكه لعيبه كتير جدا، لعيبه كويسين قوي كتير، يعني هيبقى معايا مثلا محمود كهربا، ومعايا ممكن بيرسي تاو ما يبداش بيه. انا شايف كده لو الطبيعي دلوقتي محمد شريف اجاد وسجل الطبيعي ان انا العب محمد شريف، عنده الثقه وعنده الروح، وبعدين متفوق في ماتشات الزمالك السابقه. لازم اهتم بالنقطه طبعًا. دي نفسيا بتعلي اكيد، بتدي له الاولويه وبتدي له حتى الاريحيه لما ببدا مش قلقان من حمى مباراه الاهلي والزمالك، لان دي مباراه ليها حسابات خاصه طبعا. ودقه قويه شايف إن, ان 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 النادي الاهلي يتفوق على نادي الزمالك ونكسب مكسب كويس ان شاء الله.